السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتمي البطيخ الأصفر العسلي المعروف أيضا بالبطيخ الهندي للفواكه الموسمية اللذيذة والغنية بالقيمة الغذائية العالية، إذ بغناه على مستوى الفيتامين ألف فهو يدعم سلامة البشرة. أما باحتوائه على كميات مهمة من البوتاسيوم فهو يعزز انتظام معدلات ضغط الدم. وأخيرا ما يهم السكري، فإنه رغم عدم توفر معطيات حول مؤشره وحمله الجليسيميان، إلا أن نسبة كربوهيدراته المرتفعة التي تقدر ب 89 غراما لكل 100 غرام تضمه للفواكه التي يجب تناولها بحذر من قبل مرضى الداء. ومن هنا، فإن كنت تعاني من السكري وترغب في الاستفادة من البطيخ، فينصح بتناول أنصة إلى أنصتين منه، أي حوالي 60 غراماً مرفقة بمصدر للبروتين أو الدهون الصحية، وذلك خلال حصة واحدة في اليوم. ولكن رغم هذا كله، تجدر الإشارة لضرورة قياس معدلات سكر الدم بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة بغية الاستقرار على الكمية المناسبة بدقة. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول البطيخ الهندي. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.